يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة جدا وغاية في الأهمية كمان، لأن هي تسبق مباراة الأهلي والمصري بساعات قليلة، مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لفريق النادي الأهلي في إطار محاولته للحفاظ على الانتصارات المتتالية. ممكن الماتش اللي قبل اللي فات ما كانش الفريق موفق، لكن المباراة الأخيرة تحديدا أمام فريق الجونة استعاد الفريق نغمة الانتصارات، وإن شاء الله يوصلها خلال الفترة اللي جاية، لأن تقريبا النادي الأهلي ناقص له حوالي 5 مباريات يقدر يحسم فيهم الفوز، بالتالي يقدر يحسم فيهم كمان بطولة الدوري رقم 42 في تاريخ بطولات النادي الأهلي مع هذا اللقب المفضل لجماهيره في كل مكان. كمان النهاردة عندنا بعض الكواليس والأخبار اللي هنتكلم فيها سواء على الصعيد المحلي وكمان الصعيد العالمي، وقبل كل ده كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. كمان سؤال حلقتنا النهاردة اللي منتظرين من حضراتكم تفاعلكم معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة، وهو عبارة عن توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي والمصري البورسعيدي، واللي هتقام على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 8:30 مساء. إن شاء الله بإذن الله هنشوف توقعات حضراتكم مع الفقرة الأخيرة من برنامج الترند النهاردة، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. في البداية خلينا نشوف ترنداتنا إيه النهاردة، يلا بينا. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يلاقي المصري ببرج العرب. وفي الترند المحلي للمرة الثانية تغيير بروتوكول الكشف عن كورونا. أما في الترند العالمي بعد قليل ليفربول يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية. صدقتوني لما اتكلمنا قبل كده من كام يوم وقلنا لحضراتكم إن النادي الأهلي مستهدف، وفي الحقيقه احنا ما بنتكلمش كلام كده وخلاص بقى والكلام اللي هو ممكن يكون بيعجب الجماهير، لا احنا بنتكلم بوقائع، بنتكلم بمواقف حصلت وتابعناها وشفناها. فانا هنا عايز بصراحه يعني اتكلم معاكم، بس عايز اوجه سؤال في الاول، يمكن حد يقول لي او يجاوب عليا او يمكن انا ما خدتش بالي. في بعض الفرق خسرت في الدوري، فرق كبيره خسرت، سمعتوا حد طلع اتكلم بكلمه، نص كلمه حتى بحرف؟ حد طلع قال لك لا الفرقه دي خسرت، دي فرقه فاضيه، لا الفرقه دي عندها مشاكل اداريه، لا الفرقه دي لازم يحصل فيها تغييرات، لا الفرقه دي عندها مشاكل في قطاع الناشئين؟ حد طلع عمل كده؟ حد طلع اتكلم؟ بصراحه بصوا يا جماعه انا يعني صعب استفز، صعب استفز، لكن انا الاسبوع اللي فات ده استفزيت كتير جدا جدا من التصريحات الغير منطقيه والغير عقلانيه من بعض الزملاء الاعلاميين، عشان كده كان ردنا قوي، عشان كده كان ردنا حاسم، وده كان المطلوب في الحقيقه في التوقيت ده، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاشخاص، ما نقدرش نتجاوز في حق اي حد، دي مش اخلاقنا اطلاقا، لكن احنا هنا بنحاول نبين للناس الوضع، المشهد شكله عامل ازاي، عشان حضراتكم تقدروا تقيموا وبالتالي تقدروا تحكموا. فانا مستني حد يجاوب عليا في الجزئيه دي، حاولت قعدت اتابع واقلب من القناه دي للقناه دي اشوف يمكن هنا يطلعوا ينتقدوا اي فريق خسر. وبالمناسبه برضو انا كلامي هنا مش اسقاط على فريق معين او ان انا يعني بهاجم فريق معين او حاجه، لا كل الاحترام والتقدير لاي فريق في بطوله الدوري، كل الاحترام والتقدير ليهم، كل الاحترام والتقدير لكل الجماهير المصريه، واحنا مش مطالبين خالص، مش بنطلب من حد ان هو يهاجم حد اطلاقا، احنا مش عايزين كده، بس في نفس الوقت احنا عايزين ان انت كاعلامي في قناه محايده انك تكون محايد في انتقادك، مش علشان فريق خسر ماتش واحد تمام بعد 20 ماتش ما بيخسرش فيهم يبقى الفريق ده انهار، يبقى النادي ده محتاج تغيير شامل حتى لدرجة قطاع الناشئين. فانت لازم مطلوب من حضرتك وده الطبيعي جدا جدا انك تكون محايد في تناولك للمواضيع ومحايد في تناولك للمواقف اللي بتخص كل نادي. ففي الحقيقة الموضوع كان غريب، واللي حصل على مدار ال 48 ساعة الأخيرة دول إثبات أكتر على إن كلامنا كان صحيح وعلى إن في التوجهات إعلامية ضد النادي الأهلي. ومش عادتنا دايماً إن احنا نتكلم في الاتجاه ده إن في توجهات، لكن المرة دي يا جماعة بصراحة في توجهات، بصراحة في ناس عايزة، مش عايزة أقول تخلص على الأهلي، بس عايزة يفضل الأهلي في كبوة،
انت ممكن تمر بكبوه في مباراه ما تبقاش موفق ويكون عندك اخطاء، واحنا معترفين، احنا اول ناس هنا في قناه النادي الاهلي بمختلف برامجها، احنا معترفين ان ممكن يكون في اخطاء سواء فنيه او اخطاء تخص لاعبين او اخطاء على مستوى النادي بشكل كامل، لكن دايما انت وانت ماشي بيبقى عندك استقرار في النادي الاهلي. الاستقرار ده بيبقى مصحوب بعلاج لبعض الاخطاء، وربما تكون مسكنات حتى ياتي وقت العلاج اللي يكون مناسب، فبالتالي تتلاشى اخطائك دي، بالتالي تفضل ماشي زي ما انت. لكن الاساس عندك انت كنادي اهلي انك مستقر اداريا فنيا على كل الاصعده في الحقيقه. هو ده الاساس اللي انت دايما بتبقى مركز عليه. الاستقرار ده بالتالي هو اللي بيجيب النتائج المنتظر. النتائج المنتظره يا جماعه، الكوره مكسب وخساره، الكوره مكسب وخساره، مش مكسب بس. ممكن جمهور النادي الاهلي متعود ان الكوره مكسب بس، لكن في الحقيقه لا، انت وارد انك تخسر، وارد انك ما تكونش موفق، وارد ان يكون عندك اخطاء، لكن معنى كده انك ده ما يساويش اطلاقا انك منهار، او ما يساويش اطلاقا انك لا تصلح سواء كمدير فني او كمسؤول او كلاعب. لا، هي دي كره القدم. وانا تاني وتالت هقول لحضراتكم، احنا بالنسبه لنا طبيعي جدا جدا انك يجي عليك فتره تخسر فيها، بس البطل اللي بيقف على رجله على طول، لما بتخسر ماتش ترجع تكسب اللي بعده، وده اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه الجونه الاخيره ومع مروان محسن اللي انا بصراحه فرحان له جدا جدا يعني، وده جزء هنبقى نتكلم فيه. لكن بالنسبه لنا في الحقيقه اللي احنا شايفينه او اللي شفناه على مدار الفتره اللي فاتت، حتى الان استهداف النادي الاهلي، استهداف استقرار النادي الاهلي. وبالمناسبه برضو لما بنتكلم على اي فريق تاني بيخسر، مش معنى كده ان ده مش امر طبيعي، لا ده عادي في الكوره، كل الفرق بتخسر، كل الفرق بتكسب، مفيش مشكله، بس برضو لازم ناكد على انك لازم تتناول الامور بمنتهى الحياديه. وزي ما اتكلمت على الفريق اللي هو صاحب المركز الاول بفارق 20 نقطه دلوقتي، او مش بلاش 20 نقطه، اقل كمان 20 نقطه عن صاحب المركز الثاني 17 تقريبا، تمام، انك زي ما بتتكلم عنه كده وبتنتقده، انك تتكلم على الفرق اللي في المركز الثاني والثالث والرابع والكلام من ده، شوف عندهم المشاكل اللي ممكن تكون ايه عشان تعالج، عشان تحاول ان انت تصحح. ما شفناش في الحقيقه حد بيوجه نصايح خالص لاي فريق من الفرق خالص، ما تبعناهاش، ما سمعناهاش. فانا عايز اشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، مش بطالب حد ينتقد او يهدم، لا خالص، اي نادي انتقده، انتقد الاهلي مفيش مشكله، بس يكون نقدك ملهوش اهداف، يكون نقدك بناء، يكون نقدك منطقي، لان في الحقيقه انت حضرتك سواء حضرتك او هو انتقادكم غير منطقي ومش مبني على اسس صحيحه، تمام، ومبني فقط على الاهداف اللي ممكن البعض يكون عارفها، لانك اتكلمت على فريق بمنتهى القسوه رغم ان هو متصدر وعشان خسر ماتش واحد، بالتالي كان لازم ردنا يكون بمنتهى القسوه في الحقيقه، قسوه مصحوبه بادب واحترام وتقدير لهؤلاء الاشخاص اللي ما نقدرش نتجاوز في حقهم اطلاقا، لكن احنا دايما بنبقى عايزين الامور تبقى حياديه وتبقى منطقيه وعقلانيه، ده بيبقى اهم شيء في الحقيقه. فاحنا نتمنى الفتره اللي جايه باذن الله من الاعلام العام بشكل كامل ان هو ياخد الطريق الحيادي بس، وما يحطش في دماغه اي حسابات اخرى، علشان يوصل كلامهم للجمهور بالشكل الصحيح وفي مكانه الصحيح. لكن برضو احنا لما اتكلمنا مع حضراتكم كنا عشان نكشف الناس دي اللي هي تقريبا اتكشفت لحضراتكم بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان هم يتداركوا اخطائهم اللي ممكن يكون البعض معترف بها، ممكن هم كمان يكونوا معترفين بها، فان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للجميع خلال الفتره اللي جايه. واهم بالنسبه لنا في الحقيقه بما اننا بنتكلم من منبر اعلامي خاص بالنادي الاهلي، ان احنا نتمنى كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. ودي كانت مقدمه مهمه جدا في فقره الترند، حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم، وحبيت ان انا اثبت الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من خلال 3 4 ايام فاتوا. بعد الفاصل نكمل فقرات البرنامج، يلا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكلام على الاهلي دايما ما بيخلصش تحديدا على السوشيال ميديا، ودي طبيعه البرنامج بتاعنا. فخلينا نبتدي بترند الاهلي النهارده، والكلام كان في انهي اتجاه وبخصوص ايه. طبعا كله كان بيتكلم تحديدا، نبتدي بصفحه الاهلي الرسميه او قناه النادي الاهلي تحديدا، واللي هم هنا نشروا فيها ان الاهلي مالك ال 90، مالك الدقيقه 90 او بلس 90، من خلال الصوره اللي حضراتكم شايفينها والاهداف اللي قدر النادي الاهلي في الموسم ده ولاعبي النادي تحديدا ان هم يحرزوها في الدقيقه ما بعد ال 90 كمان. فمثلا هدف اليو ديانج في بيراميدز، هدفي كهربا سواء في طنطا او في المصري، كمان هدف احمد الشيخ في وادي دجله، بالاضافه لهدف عمرو السولية في سموحة، وهدف كمان أليو باجي في أسوان، وإمبي كمان كان أحرز في هدف في الدقيقة 95 علي معلول، وكمان كان آخر أهداف النادي الأهلي في الدقيقة بلس 90 كان هدف مروان محسن، اللي بإذن الله بإذن الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية بعد الانتقادات الكبيرة اللي كان تعرض ليها سابقا. لكن عجبني أوي شخصية رمضان إن هو، أو عفوا شخصية مروان، إن هو لما نزل في المباراة الأخيرة أمام فريق الجونة ما كانش متأثر، كان باين في طريقة لعبه إن هو مش متأثر بانتقادات الجماهير. وأنا في الحقيقة برضو ممكن نكون مع الانتقادات في بعض الأوقات، لكن دايما بنكون ضد التجاوز، لأن التجاوز ده ممكن يؤثر بشكل أو بآخر على اللاعبين. لكن شخصية مروان كانت ممتازة جدا في المباراة الأخيرة، وقدر من خلالها إن هو يحرز هدف الفوز للنادي الأهلي، هدف قاتل وهدف استعادة الثقة سواء للفريق أو حتى لمروان محسن. لسه مع ترند الأهلي، وفي خبر آخر وتحديدا من يلا كورة، الصفحة الرسمية ليهم على فيسبوك، واللي بيتكلموا فيها على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، وعلى حسب ما هم متوقعين بيقولوا في حراسة المرمى محمد الشناوي، أمامه أربعة في خط الدفاع، وده مجرد تشكيل متوقع. علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، ثلاثة في نص الملعب كل من عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، وأيضا أمامهم الثلاثي أليو باتجي، جونيور أجايي، وجيرالدو. لسه مع التوقعات كمان، ونروح تحديدا لليوم السابع، واليوم السابع قالوا إيه؟ قالوا أيضا تشكيل متوقع للنادي الأهلي بس مختلف شوية على يلا كورة، وبيقولوا إن هيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، قدامهم حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، وأليو باتجي. هم هنا يعني مختلفين في اسم واحد عن طريق او من خلال يلا كوره. طيب احنا لسه مكملين وترند الاهلي، وخبر اخر تحديدا او تناول اخر في الحقيقه عن هذا الشق، وتحديدا من الوطن سبورت، حساب الوطن سبورت على فيسبوك، وبيقول تعليمات خاصه من فايلر للاعبي الاهلي قبل مواجهه المصري البورسعيدي، وده طبيعي طبعا من حساب الوطن سبورت على تويتر. والتعليمات خاصه اكيد ان مستر فايلر هيقف على بعض الاخطاء اللي ممكن يكون وقع فيها بعض اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت، او تحديدا خلال اخر مباراتين، عشان تقدر انك تعالج اخطائك، وده الطبيعي جدا. انا عاجبني كمان في مستر ريني فايلر ان هو الراجل صريح جدا دغري قوي، يعني قال لك بعد ماتش الجونه الاخير، قال لك احنا الشوط الاول ما جيناش اصلا، بس الشوط الثاني كان لينا شكل نوعا ما، كان فيه روح كويسه، والروح دي هي المطلوبه دايما خلال الفتره اللي جايه عشان يقدر النادي الاهلي يستمر في مشواره المميز في بطوله الدوري، وكاستعداد مهم جدا للتحدي الافريقي. خلينا نروح لحساب سوبر كوره على فيسبوك، واللي قال تاريخ مواجهات الاهلي والمصري في 118 مباراة، فوز المصري كان 19 فوز فقط، في المقابل فوز النادي الأهلي 65 مباراة، التعادل كان حاضر في 34 مباراة أخرى، أهداف المصري في شباك النادي الأهلي 88 هدف، أهداف الأهلي في شباك النادي المصري 163 هدف. دي كانت بعض الإحصائيات تحديدا كمان من حساب سوبر كورة. لسه كمان مع ترند الأهلي، وتحديدا من حساب الأهلي اليوم على فيسبوك، واللي قال في آخر 10 مباريات بين فرقتين، وجانب إحصائي آخر، الأهلي استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة، يعني أمر جيد ومبشر قبل مباراة اليوم. لكن دايما الحسابات والأرقام ما بتبقاش مقياس إطلاقا، لأن دي كرة قدم في الأول وفي الآخر، وارد أنك تكون موفق، وارد أن أنت تكون غير موفق، المهم أن أنت تكون مركز عشان تقدر تحقق أهدافك بإذن الله. ودي أو ده كان بخصوص كمان مباراة اليوم. طيب خلينا نكمل كمان في ترند
الأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من خلال حساب جول على تويتر، واللي قال لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اللي مقرر ليها النهاردة. والكلام كان طالع كتير بخصوص هذه المباراة وتأجيلها بسبب حالات الكورونا اللي ممكن تكون كانت ظهرت في صفوف فريق المصري البورسعيدي. وحضراتكم عارفين بيبقى دلوقتي البروتوكول الجديد بيبقى فيه تحاليل دم، تحاليل الدم دي اللي هي بتاعت الأجسام المضادة اللي ممكن من خلال التحليل ده يبان أنت عندك فيروس كورونا أو أي شيء آخر ولا لأ. فطلع حوالي 8 لاعبين التحاليل بتاعتهم طلعت إيجابية، فبعد ما بتعمل تحليل الدم طالما في مثلا 8 عندهم تحليل إيجابية أو النتيجة طلعت إيجابية فبتعمل المساحات. لما تعمل المساحات طلع من 8 5 بس من فريق المصري البورسعيدي عندهم كورونا. فبالتالي من وجهة نظر اتحاد الكرة وطبقا للوائح والتعليمات اللي هم قالوها خلال الفترة اللي فاتت، إصابة 5 لاعبين بالفيروس لا يمنع إقامة المباراة، بالتالي المباراة في موعدها. وده كلام وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. نكمل ما كتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا النهاردة، والحديث الأهم والبارز خلال الساعات الأخيرة هو دخول صالح جمعة لقائمة الفريق في مباراة المصري. فرص صالح جمعة للمشاركة الأولى في الدوري المصري، الفرص هتحدد على حسب رؤية مستر ريني فايلر، لكن في الحقيقة مجرد تواجد صالح جمعة في قائمة الفريق النهاردة هي في حد ذاتها خطوة مهمة جدا لصالح، وفرصة أخرى مهمة قوي قوي لازم يستغلها صالح جمعة. حتة ان هو هيشارك في المباراة مش هيشارك، ممكن يبقى موجود حتى اخر 10 دقائق او كلام من ده، ده اللي هنشوفه النهاردة خلال مباراة الاهلي والمصري. لكن خطوة ان هو يكون متواجد في القائمة هي مجرد بداية، ان شاء الله باذن الله مع الوقت يكون متواجد سواء كاساسي او كبديل. المهم ان هو يكون مؤثر في تشكيل النادي الاهلي، ان هو موهبه كبيره جدا في الحقيقه لازم الاهلي يستفاد منها باذن الله تعالى طالما اللاعب ملتزم. لسه مع صالح جمعه تحديدا حساب اهلي نيوز على انستغرام، واللي قال فرصتك جات لك يا صالح، الناس انتظرتك ودعمتك على مدار 5 سنين بدل المره 100، المرة دي الداعم الوحيد ليك هيبقى أدائك في الملعب وتمسكك بالفرصة اللي هتاخدها بإذن الله. بإذن الله يقدر صالح جمعة أنه هو يستغل الفرصة. كجانب فني اللاعب مش محتاج فرصة، فنيا هو عالي قوي، لكن هو لازم يثبت أنه هو عايز يسيب بصمة مع النادي الأهلي ويحفر اسمه في تاريخ النادي. ده هيكون من خلال أدائه ومن خلال نتائجه وبطولاته اللي بإذن الله يحققها مع النادي الأهلي. آخر خبر عايز أعلق عليه في ترند الأهلي النهاردة وهو إن الأهلي الأول محليا وإفريقيا، ومش بس كده لا كمان عالميا، ده من خلال الإحصائيات اللي اتعملت على مدار الفترة الأخيرة واللي قالت إن الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن 21. الأهلي 41 بطولة، ده طبعا من ترانسفير ماركت الشهير جدا والمتخصص في الإحصائيات دائما. بايرن ميونخ في المركز الثاني ب 40 بطولة، وبعض الأندية بقى بعد كده بيتوالوا في المراكز المختلفة، لكن ده شيء يدعو للفخر في الحقيقة لكل جماهير النادي الأهلي. طيب كمان لسه عندنا فيديو لكهرباء وخاص بمداعبة ليه مع صالح جمعة، خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع. يلا صالح كابتن وليد خلي بالك منه، ربنا يكرمكم، خلي بالك منه يا كابتن. كابتن وليد ايه طالع كابتن وليد خلي بالك منه، ربنا. طيب يعني في الحقيقه روح مميزة جدا من اللاعبين وحالة من الدعابة اللي موجودة ما بينهم، وده أمر في بعض الأحيان بيبقى مطلوب. وعجبني جدا إن هم واضح إن هم مركزين، مفيش مشكلة ممكن نهزر نضحك شوية، لكن في نفس الوقت هم عارفين جدا جدا إن هم لم يتأثروا إطلاقا بهزيمة مباراة. عادي جدا إن أنت تخسر ماتش، لكن المهم إن أنت تكمل بنفس شكلك بالتحديد من حيث النتائج. الاداء فيه عليه علامات استفهام نسبيا، لكن باذن الله هيتحسن فيما هو قادم. وبالمناسبه لازم يكون في نبره تفاؤل عند جمهور النادي الاهلي، واحنا لمسناها على مدار الايام السابقه وتحديدا بعد هزيمه الزمالك. نبره التفاؤل دي هتكون مهمه، لان انت في نفس الوقت عندك بعض الغيابات اللي هتعود ليك خلال الفتره اللي جايه. ابرز الغيابات دي طبعا صالح جمعه رقم واحد دخل اهو، ادي اول غياب رجع لك، بعديه هيرجع لك كهربا، بعديهم باذن الله كمان حسين الشحات. مع التوليفه الموجوده دي انت باذن الله تقدر تحقق اهدافك، وده اللي هيحصل باذن الله تعالى. طيب ده كان ترند الاهلي، هروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل ونشوف اخر الاخبار. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. تقريبا ناقص حوالي 3 ساعات على مباراه الاهلي والمصري النهارده، مباراه اكيد مهمه في مشوار الفريق في بطوله الدوري.
فبالتالي احنا عايزين نقرب بشكل اكبر من الصوره ونروح لزمايلنا الاعزاء سواء كريم احمد رئيس قناه الاهلي المتواجد في مقر اقامه الفريق او حتى كمان زميلنا فاروق صلاح المتواجد في استاد الجيش ببرج العرب. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وكل التحيه لكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم. يا فاروق اخبارك ايه؟ طمنا عليك. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بكم كريم، عايز أبتدي بيك وأطمن على استعدادات الفريق للمباراة تحديدا وأنت متواجد في مقر الإقامة وقبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المباراة الهامة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، إيه الجديد عنك؟ في البدايه طبعا زميلي امير طبعا كالعاده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريقنا النهارده فريق النادي الاهلي في الجوله 23 المصري والاهلي على استاد برج العرب في تمام الساعه 8:30. كل الاجواء ان شاء الله باذن الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي لحصد 3 نقاط كالعاده. النادي الاهلي بيستمر في فوز في الاداء في الانتصارات، الهدف انت عارف طبعا هو هدف واحد وهو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، لكن بشكل عام طبعا يعني اقدر اقول لك ان اختتم النادي الاهلي استعداداته الفنيه في تدريب اخير امس على ملعب مختار التتش كان محدد ليه في تمام الساعه 4 عصرا. كان حاول بشكل كبير جدا مستر ريني فايلر تصحيح الاخطاء بشكل كبير، بعض تمركزات اللاعبين، جلسات فرديه كانت منفرده، وده كان امر مهم جدا ان يمكن ريني فايلر شفناه امس مع كل لاعب بيكون قاعد معاه اكتر من 5 دقائق بيتكلم معاه طبعا على المرحله القادمه وبيتكلم معاه ان لابد يكون في اكتر من كده، لابد يكون في اقوى من كده اداء الفتره اللي جايه محتاجه يعني مجهود كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. وانت شايف زميلي امير يعني التلاحم الكبير للمباريات، يعني المباراه الاخيره النادي الاهلي ريكفري يوم واحد ثم تدريب اساسي، والنهارده هتكون مباراه ومباراه قويه جدا. انت عارف طبعا يمكن بغض النظر عن الظروف اللي فيها فريق النادي المصري لكن بيأدوا كره جيده جدا، كابتن طارق العاشر ايضا كمان مدير فني بيأدي اداء مميز عنده، يمكن بيغلق المساحات بشكل كبير، فالجهد الفني او المجهود الفني هيكون كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان على الجهاز الفني اللي بيحاول يهيئ اللعيبه بشكل كبير للانتصارات خلال الفتره القادمه. يمكن زي ما انت عارف زميلي امير متواجدين في فندق الاقامه اليوم الاعتيادي طبعا بتاع فريق النادي الاهلي الخاص بيه، وجبه الفطار بتكون طبعا صباحا الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء كانت 2 ظهرا على ان تكون المحاضره الفنيه الاخيره 6:30 مساء هنا في فندق الاقامه، ويتوجه مباشره لاعبي النادي الاهلي الى استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون مهيئه لفريقنا فريق النادي الاهلي لحصد 3 نقاط والاستمرار في ضرب الارقام القياسيه اللي منتظرها وبتسعد كل جمهور النادي الاهلي. هرجع لك تاني يا كريم، بس عايز اروح لفاروق واطمن منه على الاجواء في استاد الجيش وبرج العرب قبل استضافه هذا اللقاء، ايه الاخبار عندك يا فاروق؟ يعني خلينا اقول لك في البدايه امير، استاد الجيش ببرج العرب استعد جيدا لاستضافه لقاء الجوله 23 ما بين الاهلي والمصري، كل الاجراءات هنا وكل الامور يعني على افضل ما يرام. كان لينا لقاء مع مدير الاستاد تحدث من يعني بعض الامور والاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها، ان تم تخصيص 3 غرف لكل فريق، يعني النادي الاهلي عنده 3 غرف ونادي المصري ليه 3 غرف، غرفتين لتبديل وتغيير الملابس وغرفه ثالثه مخصصه لو المدير الفني حب ان هو يتكلم كمحاضره فنيه مع اللاعبين او احماء بسيط للاعبين او ان هو يتكلم ما بين شوطي اللقاء في غرفه ثالثه مستقله تماما عن الغرفتين الاولى والثانيه. ايضا اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي في هذه الغرف يعني مقاعد اللاعبين، ايضا مراحل التعقيم اللي بتتم سواء من مسؤول استاد برج العرب او ايضا احد عمال النادي الاهلي اللي دايما حريص مع النادي الاهلي في كل المباريات ان هو النادي الاهلي بيتابع بنفسه مراحل التعقيم. الامور هنا مهيئه تماما. النادي الاهلي يا امير هيكون على يمين المقصوره، نادي المصري هيكون على يسار المقصوره. نقدر نقول الامور هنا على يعني الجميع ينتظر لقاء يكون زي ما قلنا لقاء يعني تحت عنوان الروح الرياضيه ما بين الاهلي والمصري، ان شاء الله ان شاء الله يكلل فيه بالانتصار لفريق النادي الاهلي ويكون 3 نقاط مهمه للنادي الاهلي في مشوار ورحلته للدفاع عن لقبه واللقب ان شاء الله رقم 42 ان شاء الله باذن الله. ارجع لك يا كريم وعايز اتكلم معاك عن فرص مشاركه صالح جمعه في مباراه اليوم، انت شايفها ازاي بما انك قريب من الفريق جدا، وهل ممكن نشوفه بشكل اساسي؟ واعتقد ان ده هيكون صعب شويه، وهل ايضا ممكن نشوفه كبديل سواء في الشوط الثاني او على حسب طبعا مجريات المباراه، ايه ممكن نشوفه بخصوص صالح جمعه؟
الحقيقه طبعا يعني في البدايه اقدر اقول لك ان حاله من السعاده يمكن مع لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان الحقيقه صالح جمعه تحديدا الفتره اللي فاتت كان في التزام كبير جدا، تدريبات كانت مكثفه، يعني اشتغل على نفسه الفتره اللي فاتت بشكل كبير، وده ادى يعني فرصه كبيره ان الجهاز الفني ان هو يعود من جديد. النهارده يمكن اكيد متواجد في قائمه هذه المباراه، لكن مع الظروف اللي احنا فيه عندنا غيابات كثيره جدا زميلي امير، انت عارف طبعا يعني بعض اللاعبين سواء يمكن حصل على 3 انذارات، وايضا كمان ديانج للطرد، عوده وليد سليمان ايضا ومحمد هاني، لكن من الواضح النهارده ان صالح مركز بشكل كبير جدا وكان ظاهر بشكل رائع في التدريبات الاخيره وتحديدا تدريب الامس. مع سير المباراه بقى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني المباراه تمشي على خير والامور كلها تكون مع مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فرص صالح كبيره جدا ان هو يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي، وتحديدا طبعا مش هتكلم على البدايه لان البدايه طبعا الاجهز هو بيكون متواجد في ضربه البدايه للفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله فرصه كبيره وفرصه مميزه. مجهوده كان كبير جدا الفتره اللي فاتت، وانت عارف طبعا مع المباريات هترجع الفورمه ثاني لصالح جمعه، يمكن لعيب موهوب جدا، وباكد لك على السعاده الكبيره مع لعيبه النادي الاهلي، ودي اللي محفزاه ودي اللي مدياله يعني حافز كبير جدا ان شاء الله ان هو يكون كالعاده عند القدر المسؤوليه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وتحديدا كمان يكون اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، واحد من اللاعبين الموهومين ان شاء الله باذن الله نستفيد منه صالح جمعه وكل نجوم النادي الاهلي، الكل يكون في الميعاد النهارده. لكن بالنسبه لصالح تحديدا ان شاء الله باذن الله النهارده يكون كلمه السر اللي بيتمناها كلنا وبيتمناها ايضا كمان جمهور النادي الاهلي. المحاضره ابتدت يا كريم ولا لسه قدامها شويه؟ لا اقدر اقول لك 6:30 هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، ومباشره بقى 7:15 ان شاء الله يتحرك فريق النادي الاهلي الى استاد برج العرب، لكن 6:30 باكد لك ميعاد المحاضره. انت عارف المحاضره مستر ريني فايلر بيعودنا يعني من 5 ل10 دقائق، ما بتاخدش وقت طويل، ومباشره ان شاء الله التحرك يكون على استاد برج العرب ان شاء الله باذن الله. كريم وفاروق في الحقيقه من الناس اللي بيبقوا قريبين دايما من اخبار الفريق، عشان كده انا عايز اسال فاروق تحديدا بخصوص اصابه حسين الشحات وموعد عودته للانضمام والانتظام في التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. يا فاروق طبقا لمعلوماتك ايه الجديد؟ يعني خليني احطك في الصوره اكتر يا امير، النهارده كان في مران للمستبعدين في النادي الاهلي، يعني صباحا كان محمد فخري وكهربا، وكان موجود محمد محمود لاجراء البرنامج التاهيلي. يعني انا هحطك في الصوره اكتر على محمد محمود وكهربا وايضا حسين الشحات. محمد محمود خلاص مراحل التاهيل، يعني انت بتتكلم ان شاء الله في اسبوعين كويس. نسبه كبيره جدا محمد محمود ان شاء الله يكون جاهز مع النادي الاهلي قبل مواجهه الوداد في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. ايضا حسين الشحات خلال يومين هيكون موجود في اجراء البرنامج التأهيلي الخاص بحسين الشحات بعد العملية اللي أجراها مؤخرا. تقدر تقول إن البرنامج التأهيلي لحسين الشحات يا أمير هياخد أسبوعين، يعني أسبوعين. يعني النهاردة كان لنا حديث مع أفراد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، تم يعني تحديد إن حسين الشحات هياخد أسبوعين إن شاء الله، أيضا هيكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد في مباراتي الدور نصف النهائي. سريعا يا امير، النادي الاهلي بيبدا يستعيد اوراقه، يعني هيستعيد كهربا، يستعيد محمد محمود. طبعا محمد محمود يا امير انت عارف ان هو مش مقيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي، لكن هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي. حسين الشحات واحد من العناصر المهمه جدا اللي بيعول عليها النادي الاهلي والجهاز الفني الكثير والكثير طبعا. في المشوار المحلي والمشوار الافريقي هيكون موجود باذن الله. ايضا يا امير لو هحطك في الصوره على فريق النادي الاهلي، يعني واحنا متابعتنا بالامس لمران الاخير لمستر ريني فايلر، وكان مران مغلق ومران سري. مستر ريني فايلر اقدر اقول لك ان هيبقى في تنويع النهارده او شكل مختلف تماما عن اللقاءات الماضيه لفريق النادي الاهلي. في بعض الجمل التكتيكيه اللي تم تنفيذها يعني نتمنى ان احنا نشوفها النهارده في ارض الملعب. في بعض الامور سواء في الكرات الثابته، في بعض الجمل، يعني انا مش هنتكلم يعني بناحيه فنيه اكتر يا امير طبعا. لكن انا يعني من خلالك كده ان شاء الله نبشر كل جماهير النادي الاهلي، لا النهارده هنقول النادي الاهلي بيحضر مفاجآت لفريق المصري، سواء على ناحيه الافراد او التنويع الشق الهجومي او التحضير، عمليه التحضير والبناء والتدرج بالهجمه، كلها من الامور المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر كان حريص عليها مع فريق النادي الاهلي. نتمنى انها تطبق في ارض الملعب، وان شاء الله 3 نقاط النهارده ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك كريم طبعا زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كمان زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، والاثنين في الحقيقه كانوا معانا وقالوا لنا كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الفريق ما قبل مباراه اليوم امام فريق المصري البورسعيدي. كريم كان معانا من مقر اقامه الفريق، وايضا فاروق كان معانا من استاد الجيش ببرج العرب. في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم عشان تبقى 3 نقاط جديده في مشواره نحو الحفاظ على البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي، بطوله الدوري. مش بس هي البطوله المفضله، في الحقيقه المفضل اكتر واكتر واكتر كتير، بطوله دوري ابطال افريقيا كلها استعدادات بيستعد من خلالها الفريق للتحدي الافريقي الاهم
بكل تأكيد. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الترند العالمي فيه كلام كتير جدا، ابرز الكلام ده هيكون على نجم الكره العالميه وابرز لاعب يكاد يكون في تاريخ الكره العالميه، وهو ليونيل ميسي. والحديث دائم ومستمر على انتقال اللاعب من برشلونه بعد اعلانه الرحيل عن النادي، رغم ان حتى الان لسه الامر ما تمش بشكل نهائي طبقا للعقود وطبقا لكل هذه الامور يعني. لكن تحديدا من لكيب الفرنسية، جريدة لكيب الفرنسية على تويتر نشروا، قالوا ان يوفنتوس دخل في سباق ضم ليونيل ميسي. تخيل حضرتك كده معايا ان ميسي متواجد مع رونالدو في فريق واحد، هتبقى حاجة تدعو للترقب في الحقيقة، انك تنتظر اي اول مباراة بالنسبة ليوفنتوس عشان تشوف ميسي ورونالدو هما في فريق واحد. الموضوع ده هيبقى صعب شوية، لان في الحقيقه الاقرب طبقا للمعطيات وطبقا للكلام الكتير اللي طالع ان مانشستر سيتي وجوارديولا هينجحوا في التعاقد مع ليونيل ميسي، لان كمان هي رغبته الانتقال لمانشستر سيتي. لكن الكلام تحديدا على مدار الساعات السابقه هو بخصوص ان يوفنتوس بيفكر كمان ان هو يتعاقد مع اللاعب، لسه كمان مع الجزئيه دي تحديدا والكلام على ان يوفنتوس يسعى للتواجد الثنائي الاسطوري رونالدو وميسي معا. ده من اسال العربيه على تويتر، حسابه على تويتر، واللي قالوا ان يوفنتوس بيتواصل مع والد ميسي وبيحاول يتواصل مع ممثلي ليونيل علشان يقدروا ان هم ينجحوا في التعاقد معاه وينضم ليهم، وهيبقى في مكاسب ماديه كبيره جدا لفريق يوفنتوس في حاله ان هم نجحوا ان هم يكونوا ثنائيه ما بين رونالدو وميسي، هتبقى حاجه قويه جدا. لكن برضو هاكد على حضراتكم ان هي الامر مش هيكون سهل اطلاقا وهيكون صعب جدا. جول كمان حسابهم على تويتر قالوا ان بيتكلموا على بخصوص امكانيه انتقال ميسي ليوفنتوس، وده من خلال تصريحات والد اللاعب، قال ان رغبه الانتقال لمانشستر سيتي، ده بالنسبه ليونيل ميسي، ولكن اليوفي دخلوا السباق فعلا. هنشوف وهنتابع على مدار الايام القادمه وربما تكون اسابيع كمان، لان الموضوع مش هيخلص بسهوله يعني في ظل تمسك فريق برشلونه بتواجد ليونيل ميسي اللي بيرغب في الرحيل. وفي الحقيقه هو الموضوع بالنسبه بالمناسبه يعني عايز اعلق على الجزئيه دي، الموضوع بالنسبه لميسي مش حته بارتوميو هو الرئيس النادي لازم يمشي عشان استمر، لا، موضوع ميسي هو ان هو دايما جعان بطولات وجعان القاب فرديه كمان بالنسبه له، فهو شايف ان المرحله اللي جايه دي هي مرحله بناء لفريق برشلونه، فهو ما اعتقدش ان هو هيستحمل ان هو يكون متواجد في مرحله بتتمثل في بناء فريق عشان يقدر خلال سنتين ثلاثه جايين يقدر يرجع زي الاول ويفوز بمختلف البطولات. ميسي 32 33 سنه اعتقد دلوقتي، فقدامه 3 4 سنين بالكثير جدا في الملاعب، والله اعلم ممكن يكونوا اكتر بامكانياته العظيمه دي، لكن في كل الاحوال هو عايز يفوز بالقاب كتير، وهو شايف ان الاقرب بالنسبه له والافضل بالنسبه له هو مانشستر سيتي عشان يقدر يحقق هذه الالقاب. لسه كمان في بعض الاخبار اللي ممكن تكون بتتكلم على ليونيل ميسي، وتحديدا من الحساب الرسمي ليه في الجول اللي نقل عن برنامج تشيرينجتو الاسباني ما قاله ميسي لجوارديولا، وهم هنا بيرصدوا مكالمه ميسي مع جوارديولا طبعا المدير الفني لمانشستر سيتي، واللي قال له اريد الفوز بالكره الذهبيه في العامين المقبلين، ده الطموح اللي عند ليونيل ميسي، وقال انا هستطيع تحقيق ذلك معك فقط. ده كلام ليونيل ميسي مع بيب جوارديولا اللي هو شهد من خلال تواجده في برشلونه تألق ميسي، وفتره كانت عظيمه جدا بالنسبه له، هو كل السنين في الحقيقه عظيمه بالنسبه لميسي، لكن احنا بنتكلم على مستوى الالقاب ومستوى الاداء بالنسبه للفريق ككل. فمانشستر سيتي طبعا ادائهم ممتاز جدا مع جوارديولا، ممكن ما بيحققوش الشامبيونز ليج، لكن هيبقى طموح عند ميسي ان هو يكون متواجد في الفريق ده عشان يقدر يحقق البطوله الاوروبيه اللي بيسعى مانشستر سيتي بكل تاكيد للحصول عليها. خلينا نروح لبي بي سي سبورت على تويتر، حسابه على تويتر، واللي اتكلموا قالوا ان مانشستر سيتي رفضت السماح لبرناردو سيلفا ورياض محرز وجابرييل خيسوس بالمغادره في اي صفقه تبادليه مع ليونيل ميسي او اي شخص اخر هذا الصيف. ده اللي يدل على تمسك فريق مانشستر سيتي وجوارديولا بشكل كبير جدا بالثلاثي، وان هم ثلاثه لعيبه مهمين جدا بالنسبه لخطته خلال الفتره اللي جايه. طيب لسه برضو معانا بعض الاخبار وتحديدا من فريق ليونيل ميسي
القديم خالص واللي شهد تألق او مش تألق شهد يعني توهج موهبه ليونيل ميسي وتحديدا فريق نادي اولد بويز الارجنتيني اللي استهل فيه ميسي مشوار وهو صغير، وعلى ما انتقل كمان لبرشلونه كان صغير. وفي الحقيقه كانت مظاهرات او مش مظاهرات، هي المره دي مطالبات من قبل جماهير اولد بويز لميسي بانضمام وانه يختم مسيرته في هذا النادي الارجنتيني. فخلينا كمان نشوف الفيديو ده هم عملوا فيه ايه. يلا. طيب دي كانت مطالبات جماهير اولد بويز لميسي بالانضمام لصفوف الفريق وانه يختم مسيرته مع الفريق اللي استهل مشواره فيه في الكره العالميه تحديدا، وكان في بلده طبعا في الارجنتين. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وفي هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم في مباراه الدرع الخيريه ما بين ارسنال وليفربول، والمباراه دي بتشهد تواجد كل من محمد صلاح طبعا النجم الكبير العالمي نجمنا المصري كاساسي في صفوف ليفربول، وفي نفس الوقت متواجد محمد النني بعد انتهاء اعارته مع باشكتاش وانضمامه لفريق ارسنال من جديد، متواجد بشكل اساسي كمان في هذه المباراه. وقبل دقائق من دلوقتي بالظبط اوباميانج قدر ان هو يتقدم لفريق ارسنال. وفي الحقيقه انت هنا ما تقدرش بقى يعني تتعاطف مع اي فريق فيهم، عندنا اثنين مصريين نتمنى لهم كل التوفيق يا رب، سواء محمد صلاح مع ليفربول او محمد النني مع ارسنال، بس هي اكيد مباراه قويه ومهمه في الحقيقه. بالتالي حساب في الجول على تويتر سجل ابطال او نشر يعني وقال انه سجل ابطال كاس الدرع الخيريه عبر التاريخ قبل مواجهه اليوم بين ليفربول وارسنال. مانشستر يونايتد قدر ان هو يحقق البطوله 21 مره، ليفربول 15، ارسنال 14، ايفرتون 9، وتوتنهام 7، ومانشستر سيتي 6. لسه كمان مكملين في الجول، وكمان نشروا على تويتر تصريحات لمحمد صلاح، واتكلم وقال انه اتكلم قبل كده اول لحظه ليه في نادي ليفربول، قال انه يريد الفوز ببطوله الدوري. وكمان ممكن البعض على حد تعبير محمد صلاح البعض اتهمه بالجنون، لكن فعلا كان قدر ان هو يحقق البطوله، وهو طمعان ان هو يحققها اكتر من مره. وبيعجبني دايما طموح محمد صلاح في الحقيقه، والطموح ده اللي بيقدر يحقق له القابه المختلفه سواء الفرديه او الجماعيه مع فريقه في مختلف البطولات. دي كانت فقره الترند العالمي، لكن لسه عندنا فقره اخرى اخيره ومهمه جدا، وهي من خلال تفاعل جمهور النادي الاهلي النهارده معانا. واحنا كنا بنسال تحديدا عن توقعاتكم لنتيجه مباراه اليوم ما بين الاهلي والمصري البورسعيدي. خلينا نبتدي بمحمود احمد، قال ان شاء الله 4-0، هو مش كاتب لمين بس هو اكيد ان شاء الله قصده على الاهلي. محمد جمال قال 3-0 للاهلي. تيتو متعب قال 3-0 ان شاء الله. حسن عباس حسن قال الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله. لسه كمان في بعض التوقعات من خلال اسامه الساحر واللي قال 5-0 للنادي الاهلي باداء ولا اروع باذن الله. موضوع الاداء هيكون مهم جدا بالنسبه للفريق خلال مباراه اليوم، لكن الاهم طبعا النتيجه. خالد شاروخان قال 3-1، عمر عادل قال 2-0 للاهلي، وعمر سعد قال فوز الاهلي 2-0. دي كانت توقعات الجماهير النهارده لمباراه اليوم ما بين الاهلي والمصري البورسعيدي، المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 8:30 مساء على استاد الجيش ببرج العرب. باذن الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي للتالق والفوز في هذه المباراه، نتمنى اداء ونتيجه، الاهم طبعا النتيجه، لكن ان شاء الله باذن الله نتابع المباراه دي ونكون مبسوطين بانتصار النادي الاهلي في كل الاحوال. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره ان شاء الله حلقه جديده وردود الافعال عقب مباراه الاهلي والمصري تحديدا، اللي ان شاء الله نتمناها تكون في صالح النادي الاهلي عشان نناقش مع بعض بقى مستوى النادي الاهلي ونترقب ما هو قادم بالنسبه للفريق. وباذن الله باذن الله يكون كل اللي قادم خير ويكون سعاده بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتترقب دايما الفوز. استنونا في حلقه بكره ان شاء الله. سلام.